كل سنه وانا طيب. سوري قلب امك، قصدي قلب مامي. مش عايزه شقاوه النهارده. ها الطلب صعب قوي يا مامي، بس هحاول انفذهولك. معلش عايزين الشقه تفضل نظيفه عشان عيد ميلادك النهارده. ها انا ممكن اخلي الشقه نظيفه لحد العيد ميلاد، اما وقت العيد ميلاد نفسه ما وعدتيش. بطل لماضك. تعرفني على اصحابك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قصدي بسم الله ما شاء الله، ده انتوا شبه بعض قوي. انتوا قرايب ولا حاجه؟ ايه الذكاء ده يا مامي؟ احب اقول لك معلومه، دول اخوات وتوأم كمان. توأم. باين اهو. بس انا قلت اسالهم الاول بدل ما اظلمهم. يعني تظلمهم ايه يا مامي؟ احنا قاعدين في المحكمه. ايه محكمة دي يا سولي؟ في حد يكلم مامي حبيبته كده برضو؟ انتوا اساميكوا ايه؟ انا حسن. وانا حسنين. اتنين؟ together؟ الله، حسن وحسنين. طول عمري نفسي اشوف توأم كده على الطبيعة. الفتي ده يا مامي، طبيعة ايه؟ حسام وابراهيم حسن دول. مامي انت وقتك خلص معانا، يلا باي باي على اوضتك يلا عشان عايزين نلعب. كده يا سولي؟ كده تحرج مامي برضو؟ طب معلش انا هقوم، بس سؤال بس قبل ما امشي. انتوا شكلكوا اكبر من سولي شويه، انتوا بتسقطوا كتير ولا حاجه؟ لا يا مامي، دول دفعه مي. دفعه مي. اهلا وسهلا. اهلا عن اذنكم. أنا عايز أفهم حاجة بقى، عيد ميلاد سولي بالليل، إيه اللي جاب العيال دي دلوقتي؟ عيب يا علي، دول صحاب مي بنتك. عشان أصحاب بنتي أنا مش طايقهم. بقول لك إيه، عارف لو عملتهم وحش مي بنتك ممكن تتضايق ونفسيتها تتعب، خصوصا إن هما ضيوف عندها. ضيوف عند مي ليه في عيد ميلاد أخوها؟ ده أنا أبويا لما كان بيعمل لي عيد ميلاد ما كانش بيعزم غير أمي، مش أصحاب إخواتي البنات. أيوه عشان كده يا لولو يا حبيبي انت طلعت معقد، وانا مش عايزه حقتك دي تطلع على العيال. كل سنه وانت طيب. كل ده ايه؟ كل الورق ده واخد اكتر من 200 ورقه، مع ان البتاع اصلا فيه، البتاع فيها اصلا 150 اصلا. ازاي؟ والله. ايه يا سولي؟ مش هتجهز لعيد الميلاد بقى؟ ايه ده؟ انت مين؟ اسمعي يا بابي، انتوا مين؟ دول اتنين على فكره حقيقي، حضرتك مش شايف؟ ايوه بس انا شايف واحد، ويعني وواحد يعني مين دول؟ استغفر الله العظيم، هي شغلانه بقى، هفضل اعيد وازيد وافهم فيكم. دول توأم حسن وحسنين. بجد؟ يا فرحه ابوكوا بيكوا. اشمعنى؟ يعني انا لو عندي ولاد زيكوا كده ادفع مصاريف واحد بس في المدرسه، وودي واحد يوم والتاني اليوم التاني. انت هتعمل فيها لطف لبيب في كده رضا؟ بصراحه ده انا اشتغل بيهم الناس كلها. ده انتوا ثروه قوميه، ده انتوا دخل مهم لاقتصاد كل بيت. تحيا مصر، تحيا مصر. لا تنسوا الاشتراك في قناه شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.